يقول السائل: أشكل عندي كلام ابن القيم رحمه الله حينما قال: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، وبينما ورد بصاحب السجلات. صاحب السجلات إما أنه مات على هذه الكلمة ولم يتمكن من العمل، نطق بها خالصا من قلبه ولم يتمكن من العمل، أو قتل ولم يتمكن من العمل، أو أنه تقيد حديث البطاقة يقيد بالأحاديث الأخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أنا قلنا لكم كم مرة ما يؤخذ بالحديث المتشابه ويترك المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم فيفسره. نعم.